برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقام معرض أهل المدارس بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستقبل الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساء. احنا لو قارنا الاربع ايام الاولانيين من 2019 بالاربع ايام الاولانيين في المعرض الحالي، هنلاقي ان احنا تقريبا نسبة الاشغال الحالية او يعني نسبة الاقبال تقريبا من 60 لـ 65%. ده شيء معقول، يمكن احنا ما بنقارنش ب 2020 لانه 2020 كانت ليها ظروف مختلفة شوية، كانت المعرض كان مساحته اكبر لانه كان في القاعة بتاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى أن كانت الغالبية العظمى من التركيز من الأولياء الأمور على التعليم الأونلاين، فكان الكمبيوتر والخدمات التليفون المحمول كانت هي يمكن أكتر حاجة واخدة الرجل وكانت واخدة الإقبال عن يمكن الأدوات المكتبية والشنط المدرسية والأحذية والحاجات اللي هي في التعليم المنتظم الطبيعي اللي احنا إن شاء الله متأملين فيه خير. وطبعا معالي وزير التربية والتعليم أشار إنه إن شاء الله السنة دي هي سنة نظامية، ونأمل إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نحقق ده السنة دي لأولياء الأمور بأسعار مناسبة ولأولادنا إن شاء الله في المدارس. إحنا بنشترك في المعرض من 7 سنين أو 8 سنين متواصلين كل سنة، الحمد لله في إقبال كمان مميز السنة دي عن السنين اللي فاتت. دايما بنلاحظ السنة دي إن الناس واخدة بالها من موضوع الكورونا، فمش بيخشوا بتزاحم شديد زي ما كان في الأول، لا بينظموا نفسهم وبيخشوا شوية بشوية حتى من على البوابة، ولما بيلاقوا المكان فيه زحمة بيروحوا مكان تاني وحد ما البارتيشن بيفضى وبيبدأوا يخشوا. وبالنسبة للأسعار، أسعار أوفر من مرة بكتير جدا، احنا عاملين تخفيضات 25 و30% بالنسبة للأدوات الكتابية والشنط المدرسية. في السنة دي إقبال على شنط المدارس، إن معظم الناس السنة اللي فاتت ما جابتش شنط، كله جاي بيجيب الشنط الجديدة، والأطفال كلها بتيجي تقضي اليوم مع أهلها، يعني بيقضوا اليوم من أوله لآخره، فبتبقى حاجة مناسبة وحلوة قوي في المعرض. يعني بالنسبة للأسعار، المعرض عندنا هنا عاملين خصم 30% على كل الحاجات المعروضة، فدي بتحاول تخلي السعر مناسب أكتر لفئة الجمهور كلها يعني. ونظرا لعودة المدارس على ما اعتدنا عليه من قبل، بخلاف عام 2020 حيث كانت الدراسة عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا، توجه الكثير من الأهالي إلى المعرض بهدف شراء الأدوات المدرسية اللازمة ولكن بأسعار مخفضة. المعرض بصراحة جميل وأسعاره حلوة جدا، في متناول كل الناس، يعني انا شايفه ناس كتيره بصراحه جايبه الشنط بالذات اسعارها حلوه، الكشاكيل، اللانش بوكس، الحاجات دي اسعارها كلها في متناول الناس يعني كلها المختلفه الطبقات. والله حاجه محترمه وحاجه مشرفه، وبنشكر سياده الرئيس على المجهود العظيم اللي عامله، اللي هو حاسس بينا وحاسس باولياء الامور، وان شاء الله يعجبنا المعرض والاسعار. لقيت حاجات جديده والوان كتيره وحاجات جميله قوي. احلى حاجه في المعرض هنا ان هو يعني كل حاجه موجوده فيه في مكان واحد، يعني مش مثلا لو رحت في حته هتجيبي مثلا كراريس بس مش عارف ايه كده حاجات بس بسيطه يعني، لكن هنا كل حاجه شامله كل حاجه المدارس، مفيش اي حاجه ناقصه. معرض اهل المدارس سوف يستمر حتى نهايه الشهر الجاري، مما يساعد في تخفيف العبء على هيكل الاسر المصريه، فمثل هذه المعارض في كل مناسبه من اهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافظات والمراكز والمدن والقرى. رضوى نبيل.